السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتصحيح التمرين رقم 42 من الدرس الأول اتصال دالة عددية. محتوى التمرين: نعتبر الدالة F المعرفة على المجال E المجال 2 زائد ما لا نهاية ب F ل X تساوي ناقص X أس 2 زائد 4X ناقص 3. أولا، بين أن F تقبل دالة عكسية F موازاة معرفة على مجال G يجب تحديده. ثانيا، أنشئ جدول تغيرات الدالة F موازاة. ثالثا، حل المعادلة F موازاة ل X تساوي 3. السؤال الرابع، أنشئ التمثيل المبياني للدالة F و F موازاة في معلم متعامد ممنظم OEJ. خامسا، حدد F موازاة ل X بدلالة X لكل X عنصر من المجال G. لنبدأ بالسؤال الأول، لنبين أن الدالة F تقبل دالة عكسية F موازاة معرفة على مجالين G، ولدينا F لX تساوي ناقص X أس 2 زائد 4X ناقص 3، و E هو المجال 2 زائد ما لا نهاية. الدالة F متصلة وقابلة للاشتقاق على المجال E لأنها قصور دالة حدودية، ولدينا مهما يكون X ينتمي إلى المجال E، مشتقة F هي مشتقة ناقص X أس 2 زائد 4X ناقص 3. مشتقة X أس 2 هي 2X، إذن مشتقة ناقص X أس 2 هي ناقص 2X. مشتقة X هي 1، مشتقة 4X هي 4 في 1 أي العدد 4، ومشتقة ناقص 3 تساوي 0. لدينا X ينتمي إلى المجال E، يعني X أكبر من أو يساوي 2. هذا يستلزم بأن ناقص 2X أصغر من أو يساوي ناقص 4. قمت بضرب طرفياته المتفاوتة في العدد السالب قطعا ناقص 2، إذن يجب أن أقوم بتغيير الترتيب. المرحلة الموالية، أقوم بإضافة 4 لطرفي هاته المتفاوتة، الترتيب لن يتغير، فنحصل على ناقص 2X زائد 4 أصغر من أو يساوي ناقص 4 زائد 4، يعني أصغر من أو يساوي الصفر، وهذا يعني بأن F' لX أصغر من أو يساوي الصفر. نلاحظ أن F' تنعدم فقط في العدد 2، إذن هذا يعني بأن الدالة F تناقصية قطعا على المجال 2 زائد ما لا نهاية، وبالتالي فF تقبل دالة عكسية F موازاة معرفة على مجال G، بحيث G هو صورة المجال 2 زائد ما لا نهاية بالدالة F. بما أن F تناقصية قطعا على هذا المجال، إذن سأقوم بتغيير الأطراف لنحصل على المجال نهاية F لX عندما يؤول X إلى زائد ما لا نهاية وصورة 2 بالدالة F. لحساب صورة 2 يكفي تعويض x في هذا التعبير بالعدد 2، فنحصل على ناقص 2 أس 2 زائد 4 في 2 ناقص 3. ناقص 2 أس 2 تساوي ناقص 4، 4 في 2 8، ناقص 4 زائد 8 ناقص 3 تساوي العدد 1. ونهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي نهاية هذا التعبير. F عبارة عن دالة حدودية، إذا نهايتها بجوار زائد ما لا نهاية هي نهاية الحد الأكبر درجة، يعني نهاية ناقص X أس 2 عندما يؤول X إلى زائد ما لا نهاية، والتي تساوي ناقص ما لا نهاية، وبالتالي فالمجال G هو المجال ناقص ما لا نهاية 1. ثانيا، لننشئ جدول تغيرات الدالة F موازاة. بما أن F دالة تناقصية قطعا على المجال E المجال 2 زائد ما لا نهاية، ول F و F موازاة نفس التغيرات، F على المجال E و F موازاة على المجال G، فهذا يعني بأن F موازاة تناقصية قطعا على المجال ناقص ما لا نهاية 1، وبالتالي هذا هو جدول تغيرتها. السؤال الثالث، لنحل المعادلة F موازاة ل X تساوي 3. لدينا F موازاة لX تساوي 3 تكافئ بأن X تساوي F ل3 مع أن X ينتمي إلى المجال G. تعبير الدالة F، لحساب صورة 3 سنعوض X في هذا التعبير بالعدد 3، فنحصل على ناقص 3 أس 2 زائد 4 في 3 ناقص 3. ناقص 3 أس 2 هي ناقص 9، 4 في 3 12، ناقص 9 زائد 12 ناقص 3 تساوي 0، وبالتالي F ل3 تساوي 0. بما أن 0 ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية 1، إذن فمجموعة حلول المعادلة F موازاة لX تساوي 3 هي المجموعة التي تحتوي على العدد 0.
السؤال الموالي: لننشئ التمثيل المبياني لكل من الدالة F و F موانزا في معلم متعامد ممنظم OIG. لدينا F عبارة عن دالة حدودية من الدرجة الثانية، تمثيلها المبياني عبارة عن شلجم رأسه ناقص B على 2A وصورة ناقص B على 2A بالدالة F. B هو العدد 4 و A هو العدد ناقص 1. إذن التمثيل المبياني عبارة عن شلجم رأسه في هذه الحالة النقطة ذات إحداثيات 2 1. نعلم حسب ما سبق أن الدالة F تناقصية على المجال 2 زائد ما لا نهاية، سنقتصر فقط على هذا المجال. F لثلاثة تساوي صفر، يعني بأن المنحنى F يقطع محور الأفاصيل في النقطة ذات الأفصول ثلاثة. من جهة أخرى نعلم أن CF والCF موانزا متماثلان بالنسبة للمستقيم ذو المعادلة Y يساوي X، يعني بالنسبة للمنصف الأول للمعلم. CF يقطع محور الأفاصيل في النقطة ذات الأفصول ثلاثة وأرتبها هو صفر. إذن CF موانزا يقطع محور الأراتيب في النقطة ذات الأفصول صفر وأرتبها هو ثلاثة. CF تناقصية على المجال، عفوا الدالة F تناقصية على المجال 2 زائد ما لا نهاية، كذلك F موانزا تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية 1. سؤال أخير: لنحدد F موانزا لX بدلالة X لكل X عنصر من المجال G، ليكون X عنصر من المجال ناقص ما لا نهاية 1 و Y عنصر من المجال 2 زائد ما لا نهاية. لدينا F موانزا لX تساوي Y تكافئ بأن F لY تساوي X. F لY سنعوض X في هذا التعبير بY، فنحصل على ناقص Y قس 2 زائد 4Y ناقص 3. الطرف الثاني هو X، نقوم بضرب الطرفين في ناقص 1. ناقص Y قس 2 في ناقص 1 هي Y قس 2، 4Y في ناقص 1 هي ناقص 4Y، ناقص 3 في ناقص 1 هي زائد 3، و X في ناقص 1 هي ناقص X. هنا سنحاول إتمام المتطابقة الهامة. Y أس 2 ناقص 4Y هي ناقص 2 في 2 في Y، إذن A أس 2 ناقص 2 A B، وبالتالي B هو 2. لإتمام المتطابقة الهامة يجب أن نحصل على زائد B أس 2، 2 أس 2 هو 4، إذن هنا أضيف 1. بما أنني أضفت 1 للطرف الأول سأضيف 1 للطرف الثاني. 3 زائد 1 هي 2 أس 2 العدد 4، وبالتالي الطرف الأول يكتب على شكل متطابقة الهامة الثانية، فنحصل على Y ناقص 2 الكل أس 2 تساوي 1 ناقص X. الطرفين موجبين معا، إذن سنستعمل الجذور المربعة. إذن جذر مربع Y ناقص 2 الكل أس 2 تساوي جذر مربع 1 ناقص X. هذا الجذر المربع هو القيمة المطلقة لـ Y ناقص 2. القيمة المطلقة لـ Y ناقص 2 تساوي 1 ناقص X الكل تحت الجذر المربع تكافئ Y ناقص 2 تساوي الجذر المربع لواحد ناقص X. لماذا؟ لأن Y ينتمي إلى المجال 2 زائد ما لا نهاية، هذا يعني بأن Y أكبر من أو يساوي 2. ثم أقوم بطرح 2 من الطرفين معا، الترتيب لن يتغير، نحصل على Y ناقص 2 أكبر من أو يساوي 2 ناقص 2، يعني Y ناقص 2 أكبر من أو يساوي الصفر، وبالتالي Y ناقص 2 موجب. ثم أقوم بتحويل ناقص 2 للطرف الثاني لأحصل على Y يساوي الجذر المربع لواحد ناقص X زائد 2، وبالتالي مهما يكون X ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1، F موانزا لX تساوي الجذر المربع لواحد ناقص X زائد 2. في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.